معنا الأخبار؟ الأستاذ عادل المطري. أهلا وسهلا بالأستاذ عادل، صاحب المركز اليمني. للدراسات الاستراتيجية للسلام. واو، يعني عندنا من الشباب ومن الكفاءات الذين. كيف تقيم أداء المجلس؟ وما هي وجهة نظرك؟ وماذا تقدم من اقتراحات لهم؟ طيب، حتى يعيش الشعب يعني عيشة سليمة يعني كريمة. أنا سأطرح تساؤلك فقط في هذه الحلقة. هي نعم. عبارة عن رؤوس أقلام. أولا مساء الخير للجميع، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. ثانيا، الأسئلة الآتية اللي عندي: لماذا غير الانتقالي موقفه عقب تشكيل المجلس الرئاسي عندما تلقى تهديد يوسف الفيشي؟ لماذا قام محافظ المهرة الحضرموت بإصدار قرارات تعيين خارج الاتفاق أو خارج المجلس الرئاسي؟ لماذا رفض عيدروس الزبيدي دمج قوات الانتقالي؟ هل من أجل تأخير معركة الحصر؟ لماذا إلى بعد الحج بالذات؟ يعني الآن لماذا المجتمع الدولي يضغط بتمديد الهدنة لمدة شهرين أيضا لما بعد الحج؟ تتكلمون عن حكومة يرأسها عبد الملك معين عبد الملك سعيد، جدته هاشمية، وهو عضو فاعل في الحركة الصوفية في اليمن والحركة الصوفية وجميع والحركة الإسماعيلية وأغلب الحركات الشيعية. الآن بالسير تحت قيادة واحدة عالمية، هو المجلس الأعلى للأسرة الهاشمية وأشراف العالم الذي مقره فين؟ في بريطانيا. لماذا يقوم بايدن بتكليف مستشار خاص للبحث عن المهدي المنتظر؟ ولماذا تصر إيران على تفويج 39,600 حاج لهذا العام من الحجاج الإيرانيين؟ وهل هم حجاج أم حرس ثوري؟ السؤال الأهم: حصتهم 42,000 وكذا، اللي هي 5% من تعداد السكان، لكن لماذا يصرون على هذا العدد بالذات 39,600؟ أيضا لماذا يقوم الحوثي بفتح أكبر مراكز صيفية هذا العام وتجنيد مليون مقاتل من الأغلبهم من الأطفال؟ وهل الجبهات في الداخل بحاجة لهذا العدد؟ يعني ما أعتقدش أن الجبهات في الداخل تحتاج مليون مقاتل. يوجد نشاط غير طبيعي لتجار تهريب السلاح والمتاجرين بالسلاح داخل الأراضي السعودية أيضا، بالإضافة إلى تجارة الممنوعات. النشاط هذا لماذا في هذه الفترة؟ ما الذي تخطط له إيران في حج هذا العام؟ هل سيتم إظهار مهدي الشيعة بموافقة غربية، بما أن الأخ بايدن تكلف مستشار للبحث عن المهدي؟ هل نحن في تسارع الزمن؟ ما أعرفه أساسا أن هنالك توجها غربيا أمريكيا روسيا لنشر ما يسمى التمدد الشيعي في المنطقة والقضاء على الإسلام السني. هذه رغبة غربية وأيضا إسرائيلية، لأنهم يعتقدون أنه الإسلام المرن القريب إلى معتقداتهم وأهدافهم ومبادئهم. فهذا المشروع المتسارع والضغط وقيام الحوثي بعمل معسكرات مكثفة ومعسكرات فيها تدريب وسلاح وغيره في هذه الفترة بالذات، إذا ما توحيد، أنا أعتقد أنه الموضوع ما يخصنا شيء، إحنا يخص الأخوة في السعودية. الآن المفاوضات والضغط الإيراني على السعودية أنه نشي ندخل في كذا. طيب لماذا زدتم كمية السلاح المهربة للحوثي خلال شهر رمضان وشهر شوال؟ قضايا كثيرة إذا لم يدركوها الأخوة في الخليج، فنقول لهم جهزوا أوراقكم ومستلزماتكم وغادروا قصوركم لأن الوقت انتهى. وشكرا. شكرا لك يا أستاذ عادل. الكلمات طبعا أسئلة مرعبة مرعبة جدا، ونعفيك من الإجابة عنها لأنه وضعك لا يسمح بذلك. وأنا أشكرك لإثارة هذا الموضوع، واحتمال الأخ فرناندو سمع هذا الكلام. أضف إلى كلامك إن الغرب متواطئ مع الحوثي. مقتل اليوم للأسف الشديد الشاب عبد الحميد العجمي فارق الحياة اليوم في سجون الحوثي، وهو أحد موظفي الأمريكية في صنعاء.
لم نرى أي إدانة حتى الآن، ولم تنقلب الدنيا فوق تحت لأنه مواطن يمني.